بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أمس السبت مع وفد حكومة تصريف الأعمال الأفغانية برئاسة أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية قضايا حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. ذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الوزير الثاني التقى وفد حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التي تزور الدوحة حالياً. وفق البيان جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين والموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. شدد الطرفان على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الشعب الأفغاني خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء. أكد وزير خارجية قطر خلال الاجتماع على أهمية ضمان استمرار عمل المدارس في أفغانستان وضرورة توفير فرص التعليم لجميع فئات المجتمع الأفغاني لا سيما الفتيات، كما جدد الثاني التزام بلادي بمواصلة العمل مع الأطراف الأفغانية والشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار في أفغانستان. وعبر وفد حكومة تصريف الأعمال عن شكره وتقديره لقطر لدورها البناء في أفغانستان على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي وعلى دعمها المستمر للشعب الأفغاني بما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان. نتابع معا مشاهدينا الكرام اللحظات الأولى لاستقبال وزير خارجية قطر وزير خارجية أفغانستان والوفد المرافق لها.